المشروعة هي من صاحب الباخرة؟ من يملك النيترات؟ لماذا أدخلت إلى المرفا؟ بقرار من تم ترسيتها وتعويمها؟ بقرار من تم إفراغ البضاعة وحجزها وخزنها لمدة سنوات دون أن يفرج عنها رغم تكرار المراجعات؟ من حمى هذه البضاعة؟ من راقبها؟ من تصرف ببعضها كما قيل؟ كيف وصلت إلى مرحلة الانفجار؟ كلها فرضيات تشكل أساس وجوهر القضية، لكن بعض زعماء الأحزاب، بعض رؤساء التيارات أرادوا أن يخوضوا انتخاباتهم النيابية على حساب دم الشهداء.